ما اقدرش اقول ان علواه وطواه من عندي عشان بس حضرتك عندي مش من عندي ما اقدرش اقول من عندي لكن بيحصل انا بقول لك حصل عندنا هنا وحصل عندنا بره لو جاي حاجه يفصل يعني احنا هنتكلم دلوقتي لو جات الكهرباء عاليه لا الكهرباء عاليه ودي في الكومباوند ودي في كل ودي في كل الكومباوند جه ولا لا ما اقدرش اعرف ان ما بغلش على الحاله دي في وقتها انا بتكلم ان حصل برضه وانا قاعد كده انا وانتوا الكهرباء عاليه ودي باشمهندس موضوع المحولين دول هيتكلم المشكله موضوع المحولين ما اقدرش اقول برضه يعني موضوع ان هي كهرباء تعلى وتطلع ممكن يا جماعه انا جاي للكهرباء في الكابل دوت لو خد كهرباء لو حصلت في اي مشكله ممكن يعلي او يوطي ممكن يكون مش من عندي انا خالص وممكن يكون من عندي ما بقولش لا يعني مش بنك ان هو عندي او مش عندي لكن انت بتقول لي ايه هو انت لو انت بتخلص دي مش هيعلي كهرباء خالص ممكن تعلي عليا وعليه يعني انا عايز اقولها انت بشركه ليه ما توفرش بقى استبلايزر للعماير بعد كده لحد 2006 لحد ما حضرتك بتقول لما الكهرباء تتظبط ايه اللي هيتم لو حصل حاجه زي اللي حصلت لنا قبل كده برضه انا عايز اشرح في اجراء للموضوع ده مش من عندي عشان هو من عندي بص ايه الاجراء اللي ممكن يتعمل هنا كشبكات احنا بننفذ شبكات نقطه نظام يا جماعه بعد اذنكم هنا كشبكات احنا بننفذ شبكات ومواصفات شركه الكهرباء اللي هي المفروض بتستلم مننا الشبكات دي كلها احنا مسلمينها ايه المواصفات شركه الكهرباء حمايه عند المحول تمام حمايه عند كل كفريه تمام الشركه دلوقتي بتفكر بسبب المشكله اللي حصلت اللي ما حدش يعني يا سبحان الله قضاء وقدر اللي هو الكابل اللي كان حصل فيه مشكله يمكن انتوا كلكم ايه سمعتوا عنه فالشركه دلوقتي ما انا بقول لحضرتك ايه الشركه دلوقتي بتبحث انها تحط وسائل حمايه ازيد من وسائل حمايه شركه الكهرباء يعني ايه من ضمن الاقتراحات الموجوده دلوقتي وان شاء الله هتبقى تنفذ انه يحطوا كمان في كل غرفه قاطع حمايه زياده دي زياده عن مواصفات شركه الكهرباء احنا بنسلم مواصفات شركه الكهرباء حمايات في الغرفه حمايات عند كل كفريه حمايات في غرفه الكهرباء يعني خلال الشهر ده ان شاء الله يعني هم بيحاسوا ان هم يركبوا حمايه ده مش مفتاح يبقى بيفصل تمام ماشي الشركه فعلا يعني ودي مواصفات اعلى مواصفات شركه الكهرباء يعني مش المفروض مننا ان احنا نسلمها شركه الكهرباء كده دي عشان العملاء يعني ده عشان العملاء ما انا بقول لحضرتك الشركه يعني انا رايح اجتماع يوم الاثنين الجاي في الاداره عشان المشكله دي ان احنا هنحط حمايات زياده عن لا يا باشا هنركب على الحمايات العموميه بص يا باشا يعني احنا ما انا بقول لحضرتك دي مش هتخلي دي لو حصل مشكله المفتاح هيفصل تمام لو الجهد عالي شويه على فازا تبدا بنعمل يعني احنا المفروض الشركه بتستلم بمواصفه معينه احنا ناويين نعمل ابار ننفذ ابار بحيث انها ايه تقلل الجهد لو عالي يبقى فيه امتصاص من الارض انها تقلل الجهد شويه بالظبط كده ابيار بمواصفات اعلى يا باشا احنا ما انا بقول لحضرتك احنا بنعمل مواصفات شركه الكهرباء بنسلم مواصفات شركه الكهرباء كل ان حصل مشكله ايوه يا باشا سلمنا شركه الكهرباء ايه الفكره ان بعد ما شركه الكهرباء تستلم انا في مره اكيد بفتح نور السلم عند الحته اللوحه اللي تحت اللي في الارض دي طلع الشركه انهي اللوحه اللوحه اللي تحت خالص يا باشا بص في حاجات بص يا باشا احنا يعني الكل عايز يحل والكل يعني ايه احنا عايزين كل ما مرتاح لو حصل بص يا باشا لو حصل السلك بتاع الصاعد ووصل منه لو حصل طلع العمارة جايب صنايعي راح طالع مقشر السلك بتاع الصاعد راح موصل منه توصيل عشان يدخل الغرفة مش شغل بلد ايه العميل ما عمل المخالفه ديت هو يعني انا المفروض اعمل له ايه لان انا منعته قلت له ممنوع انك انت تدخل انا بس بقول لحضرتك هو قشر السلك وما عملش مشكله ممكن واحد تاني يجيب سلكتين في بعض اخويا يا باشا طب انت يعني انا برضو في عندي حاجات ممكن يحصل بص يا باشا الحاجات اللي بتحصل يعني انت يعني احنا هندخل في الحل عشان خاطر برضو لو حاجه حصلت ثنائيا ان حصل حاجه مشكله عندك تعالى واحنا نشوف سبب المشكله ايه تمام هو بيتكلم في تعويض من بره وانا ابقى متاكد سبب المشكله من جوه يا باشا لو سبب المشكله من جوه احنا هنعالجها لك والله عشان سيبك قال لك افرض انت هتصلحوه هتعمل ايه لا انا بكلمك يا شبكه انت بتقول لي حاجه مثلا انت بتقول لي بص حضرتك انت بتقول هنعمل ايه في الاجهزه اللي باصين بيها بنقول لحضرتك اهو احنا بنفكر دلوقتي ان احنا نعمل حمايات اعلى مواصفات شركه الكهرباء تسيب الشقق وتجي لها لحد ما انتوا تخلصوا لا يا باشا هو انا مفيش كده انا دلوقتي انا جبت ثلاجه بص حضرتك
بص حضرتك، انت انت حصل مشكله، تمام؟ يعني انت حصل مشكله، يعني في مشكله حصل. ايه اللي حصل؟ مشكله بعد المشكله ما حصلت. بقول لحضرتك احنا فصلنا المشكله دي، والوقت اعتقد ان الدنيا الى حد ما مفيش فيش تكافؤ. لسه لحد امبارح بقى يومين القاهره بتعمل كده. والله يا عمرك ايه، ما احنا نيجي نبص عليك فيه اتش 2. هي الحاله بتحصل، الحاله بتحصل بس كده. انت لو مسكت مربع مربع هتلاقي في كل مربع فيه ملامح. انا احسن مربع في البتاع دي كلها اللي هو المفروض في ظهري ما يبعتش ان شغاله. بص بيرفكت، وعندي الدنيا زي الزفت، غساله ايرور، التلفزيون امبارح حصل 3 مرات، اللمبه كانت بتعلى وتوطى كاني بالظبط بتعمل لي ايه اضاءه مسرح. هنحل حالي كويس. احنا نعمل الحمايات الزايده دي ونفصل الكهرباء بتاعت دي خاصه بيها لوحديها بتاعت الزون المرحله الاولى. هشغلكم انتوا، انا زي ما قلت لك انا بعمل غرفه ثالثه، هخليكم على غرفتين ويبقى كل حاجتكم اقفلها لكم ونقول يا جماعه خلاص انتوا كده. لو حصلت اي مشكله هيخلص امتى؟ مش لو حصلت ايوه لو حصلت امتى القصه دي؟ 30/6 تكون خلصت كلها مع المرحله. ربنا خلص القصه دي على المرحله. واقول يا جماعه انا خلاص انا هسلمكم المرحله دي بكهربتها بحاجتها. واقول يا جماعه خلاص كل واحد اللي ما عندوش عداد المرحله المنطقه كلها الطبق، اللي ما عندوش عداد يتعمل يعمل عداد، واللي ما عندوش عداد وما عندوش عداد يعمل عداد يعمل ممارسه، ويبقى الموضوع دوت مع شركه الكهرباء. وانا برضو معاكم في اي حاجه انتوا عايزينها ساعتها. ساعتها كلها على 30/6 ان شاء الله. خش على النقطه اللي بعدها. النقطه اللي بعديها ايه؟ باشمهندس خلي بالك يعني 10 مرحله ثانيه لما يجي يشتكي نفس الشكوى المرحله دي. حضرتك انا اعرف منين يوم 30/6 دي اتحلت؟ بس ما ان شاء الله هنتابع معاها. يعني اسال مين؟ اشوف ايه اتغير؟ يعني انا عايز حاجه ملموسه بس عشان انا خاطر الموضوع ده. تعالى في المكتب عندي وتعالى المهندس عبد الله في المكتب عندنا جوه الوقت اللي انت عايزه. ماشي، هما الناس الله يبارك لهم عمرو وعم مجد طالع عين ابوهم معانا في المشاكل الفرديه. طيب بس من بعد 30/6 بعد كده معلش المحاسبه ان شاء الله على قد المرحله الاولى. الراجل بس انت قلت الجمله دي عشان تبص على المراحل فين الكاميرا النقطه اللي بعديها بس يا فندم. اوكي باشمهندس انا بقيت حل على كل المراحل، مش هقعد بقى بتوع المرحله. اوكي ايوه ما هو متسجل الباشمهندس بتاع الكهرباء يتفضل يكتب لنا بعد اذنك. بردك حاجه مرتبطه بالكهرباء، ان احنا عندنا الميه مربوطه بالكهرباء، ما ينفعش طول ما الكهرباء ده بالظبط. البوشه بتاعت الميه ان انا شفت الميه دلوقتي مع الضغط اللي احنا عملناه بدات تضخ وصلت ل 120 متر في الوادي. فانا خلاص انا حطيت اشيل الخزانات وهبتدي اضغط على حضرتك. تعمل مع شركه ده امتى؟ ولا شركه تبع الجيزه؟ ده امتى؟ ده امتى؟ انا ان شاء الله يعني انا قدامي اسبوعين بالظبط هفصل لكم فيهم بقى الخزانات دي اشيلها خالص واشيل المواتير بتاعتي. بتتابع مع واوصل لكم على طول على الشركه. طيب ايه الجهات اللي حضرتك تتواصل معاها من شركه الجيزه؟ طب افرض الميه قطعت انا بس ما انا شركه الجيزه. طب طب لو سمحت ضغط الميه الطبيعي عندهم حضرتك بتتواصل مع مين في شركه الجيزه؟ حضرتك بتتواصل مع مين في شركه الجيزه او الجهه المسؤوله في شركه الجيزه؟ انا في الشركه القابضه لمياه الشرطه، تمام؟ اقدر اتواصل لو في اي حاجه اقدر احلها مرسوم مع شركه الجيزه اقدر احلها. هو شركه المياه انا بروح جهاز وجهاز وداني شركه ايجيكو. ايجيكو بدات تصب المياه دلوقتي. انا بقول لك بقالي اسبوع ايجيكو اللي هي ماسكه الخط. ايجيكو مقاولات يا مقاول مقاول اه الخط لسه ما استلمش يا عم بس هو شغال ومسؤول عنه. بدا يدخل ميه دلوقتي وصلت الميه. بقول لك كانت الاول 20 متر 30 متر كبيره في اليوم، النهارده وصلت 100 و120 متر في اليوم. حضرتك قلت لو الميه قطعت طب ما حضرتك طول ما الميه مقطوعه اه بتضخ ميه كتير، لكن انا عشان خاطر الكهرباء فانا اصلا ما عنديش ميه. فانا بطلب حاجه اتفضل هتضخ ميه، هتضخ 3 ساعات 4 ساعات مثلا، هتضخ 3 4 ساعات في اليوم. ماشي طياره جديده كده. ها انت لو كنت 3 4 ساعات دول مش ميه. لا معلش لا 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 هقول لحضرتك حاجه. حكايه ان التواليت يشتغل بميه انا شايلها ديت دي حاجه غير ادميه. حضرتك بعد اذنك الخزانات تطلع على الروف. طب اتفضل بس ما تقوليش لي ميه. ما تقوليش لي ميه. لا هي الشقه اصلا 63 متر، انا حمال احط فيها براميل ميه ازاي؟ ده انا مش لاقي العيال يناموا. يا مدام ما خلص كلامي مصح ان الشقه صغيره مش ملوثه. لا انا اتعامل مع الميه بتاعتي. يعني انا لما كان راجل في القاهره الجديده كان بيصحى الصبح، لازم يصحى الصبح عشان يخش الحمام بتاعه بدري لان بتقطع الساعه 8 الصبح.